المسؤولية اليوم مسؤولية مشتركة بين الجميع، كل واحد من موقعه في الهدف واحد وهو الحد من انتشار فيروس كورونا والتقليل من أضراره المختلفة، والجميع اليوم لازم يكون مستعد للمرحلة الجاية. عشان نتكلم أكثر عن الإجراءات الاقتصادية اللي اتخذتها البحرين يسعدنا يكون معنا عبر السكايب سعادة السيد رضا فرج نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى. مساك الله بالخير، وياريت تخبرنا شلون تشوف معنا الإجراءات الاقتصادية اللي اتخذتها البحرين خلال هذه الفترة. مساء الخير. الإجراءات هي 8 مبادرات في المجموع وبتكلفة في حدود 4 مليار فاصلة 3، أي تساوي تقريبا أكثر من 32% من الاقتصاد الكلي للبحرين، يعني حجم المبلغ المرصود حجم كبير. هي موجهة بعد دراسة إلى قطاعات معينة، وأهم وأولى أمر في هالمبادرات هي على أساس أن المواطن لا يخسر أي من مكتسباته، سواء رواتب أو المكتسبات الأخرى المقدمة من حكومة البحرين، بالإضافة إلى مكتسبات أخرى مثل إعفاء من دفع الكهرباء والماء والبلدية لمدة 3 أشهر حاليا، يتوقع الآن بعد هالمرحلة ستكون. فهي حزمة من المبادرات موجهة إلى قطاعات معينة أو الأولوية للمواطن ومكتسبات المواطن، بالإضافة إلى المجالات الأخرى اللي هي مهمة بالنسبة للاقتصاد البحريني والمواصلة في التطوير النمو حسب ما هو متوقع ومدروس. لا شك أن في هناك بعض الجوانب اللي تأثرت، يعني بالتأكيد هذا تأثير ضروري وبالتأكيد حدث، إنما المحاولة الجادة من قبل الحكومة المدروسة، يعني البرنامج مدروس ومحاولة جادة لتوجيه المبادرات إلى القطاعات والمواطنين أو المواطن بحيث لا يتضرر بأي شكل من الأشكال.